شمه ثم شمه، فهو طيب لا تراب. هذا الأديم الحبيب، أديم كربلاء المسمى والمعنى، هذه العتبة الحسينية المقدسة، مدينة من بنفسج وأقاح، وأزهارها ذوب ندى، مدينة من رؤى تمازج طعم الشهد فيها، من كفيها ما جفت رياحيني، هي امتداد للأمس، فكأن الزمان لم ينقطع يوما. الحكاية نفس الحكاية، هي كربلاء. كل صباح وكل مساء أشم طيب شذاها، أحداقنا تبصر ضوءها بلضياءها. إذن هي عتبة حسينية مقدسة، من يجرؤ فينطقها، وفي ثراها من الأخبار أصدقها، من ينكأ الزهوة، هذه الأرض هيبتها بأنها جرحها الكتوم بيرقها. من يسأل كربلاء ذرات التراب هنا، ما زال ذاك الدم يغرقها. من هنا بداية الحكاية، كل حبة رمل قلب له خفقة يخفقها. من يسأل كربلاء، هذه الأرض لو نطقت يخالف المنطق المألوف منطقها. كربلاء مدينة تقع في وسط العراق، على بعد 105 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من العاصمة العراقية بغداد، على حافة الصحراء في غربي الفرات، وعلى الجهة اليسرى لنهر الحسينية. فيها ضريح الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه الذين استشهدوا معه في واقعة الطف، مكان مقدس يأمه ملايين الزوار من العراق ولبنان والبحرين وسوريا والهند وباكستان وإيران. كربلاء يحدها من الشمال والغرب محافظة الأنبار، ومن الجنوب محافظة النجف، ومن الشرق والشمال الشرقي محافظة بابل. يعود تاريخ المدينة إلى العهد البابلي. لفظ كربلاء مركب من كلمتين أشوريتين، كرب أي الحرم، وأيل أي الله، معناها حرم الله. وذهب آخرون إلى أنها كلمة فارسية، كار أي العمل، وبلاء أي الأعلى، فيكون المعنى العمل الأعلى. ويحتمل أن كلمة كربلاء مشتقة من الكربة، فلما كانت أرض هذا الموضع رخوة سميت كربلاء، والثابت هو كرب وبلاء كما قال الإمام علي رضي الله عنه. وحتى لا ننسى، قد تكون كربلاء من كور بابل العربية، بمعنى مجموعة قرى بابلية قديمة منها نينوى. لقد بدأ تاريخ عمران مدينة كربلاء بعد واقعة الطف، حيث دفن علي ابن الحسين بمساعدة بني أسد رفاة أبيه الحسين وأخيه العباس، وذلك عام 61 للهجرة. وقد جاء في كتب التاريخ أن جماعة بني أسد وضعوا بعض المعالم على قبر الإمام الحسين، وكتب الإمام زين العابدين على القبر: هذا قبر الإمام الحسين بن علي الذي قتل عطشاناً. وفي العهد الأموي كان بجانب قبر الإمام مسجد شيده المختار أيام إمرته على الكوفة عام 66 للهجرة، على مقربة من شجرة السدرة التي كان المسلمون يسترشدون بها على موقع القبر. اليوم نجد لسدرة الإمام علي عليه السلام مقاماً في منطقة تسمى قصر الدراوشة، التابعة لقضاء عين التمر جنوب غرب كربلاء، داخل أحد بساتين الرمان والنخيل وكروم العنب. المقام بناء صغير يظهر للزائر بعد أن يعبر ممراً طويلاً تحيط به الأشجار. يقال إن الإمام علي عليه السلام كان ماراً في هذه المنطقة التي كانت صحراء قاحلة لا ماء فيها،
وكان هو ورفاقه يعانون من العطش، فلمحوا شجرة تنبت عند نبع ماء فساروا إليها وشربوا. وتوضأ الإمام علي عليه السلام ليصلي، وإذا بالشجرة تنحني لتظلل علي. الشجرة لم تعد تنمو الآن، لكنها لم تمت، والماء كما يؤكد البعض ما زال يخرج من تحتها قليلاً. الخليفة العباسي هارون لم يسمح بزيارة قبر الإمام الحسين، وأمر بقطع السدرة وهدم المسجد الصغير الذي كان إلى جانب القبر. لكن عندما تولى الخليفة المأمون عام 198 للهجرة، أعيد بناء المرقد وبدأ الناس يسكنون بجواره. وفي عام 247 للهجرة أعاد المنتصر العباسي بناء المشاهد في كربلاء، ثم استوطن أول علوي مع ولده وهو السيد إبراهيم الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى الكاظم. عام 372 للهجرة شيد أول سور للمدينة، وعام 412 أقام الوزير الحسن بن الفضل السور الثانية للمدينة وجعل له 4 أبواب من الحديد. وفي عام 941 زار الشاه إسماعيل الصفوي كربلاء وحفر نهراً وجدد وعمر المشهد الحسيني. وفي عام 953 أصلح سليمان القانوني الضريحين وأحال الحقول هناك إلى جنائن. وفي أوائل القرن 19 الميلادي أحد ملوك الهند زار كربلاء وبنى فيها أسواقاً وبيوتاً فارهة. في عام 1217 للهجرة بنى صاحب الرياض علي الطباطبائي سور المدينة الثالث وجعل له 6 أبواب بأسماء مختلفة. في عام 1860 ميلادية اتصلت كربلاء بالعالم الخارجي بخطوط التلغراف. وفي عهد مدحت باشا بنيت الدوائر الحكومية وتم توسيع وإضافة العديد من الأسواق، وهدم قسماً من سور المدينة من جهة باب النجف، وأضاف محلة أخرى لكربلاء وهي محلة العباسية. وبعد الحرب العالمية الأولى أنشئت مبان عصرية وجففت الأراضي بطريقة سحب المياه المحيطة بها. في عام 203 للميلاد عادت الشرعية لعتبات كربلاء المقدسة، حيث تشكلت لجنة عليا لإدارتها، وأنجزت العشرات من المشاريع العملاقة في القبتين المقدستين الحسينية والعباسية. وفي عام 2005 أصبحت هناك أمانة عامة لكل عتبة مقدسة خلفت اللجنة في إدارتها. هذه هي العتبات المقدسة، حيث تم مشروع تذهيب مآذن الإمام الحسين وزيادة طولها، وكذلك تذهيب مآذن أبي الفضل العباس بالذهب المطعم بالمينا، ولأول مرة في العراق بإشراف المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة. تحيط البساتين بمدينة كربلاء من جميع الأرجاء، فهي أرض خصبة تكثر فيها زراعة الفاكهة والخضروات والنخيل، وتسقى من أنهار الحسينية المتفرعة من الفرات. تعلو أرض مدينة كربلاء القديمة ومن ضمنها الحائر المحيط بالروضتين المقدستين نحو 22 إلى 28 متراً عن مستوى سطح البحر، في حين تعلو ضواحيها عن سطح البحر من 30 إلى 34 متراً. بنو أسد بن خزيمة هم عشائر كربلاء، هم أنصار الحسين، هم من دفنوا الحسين، وهم أول قبيلة بايعت علياً ابن أبي طالب وأصبحت من شيعته. إنها قبيلة من قبائل مضر من العدنانية، سكنت وسط الجزيرة العربية في نجد قبل الإسلام، شاركت في حروب الردة قبل أن تنزح إلى العراق زمن الفتوحات. ما زال لهم بقية في جنوب العراق اليوم، ويشكلون نسبة كبيرة من سكان مدينة كربلاء، ويتواجدون غرب مدينة كربلاء في عين التمر. عين التمر ما زالت تحتضن مقامات لعدد من آل البيت الأطهار، ومنها مقام للإمام الحسن عليه السلام يشير إلى موقع صلى فيه.
والإمام الحسن عليه السلام سيد شباب أهل الجنة وريحانة الرسول الأعظم، والذي أمضى مع النبي عليه الصلاة والسلام زهاء 7 سنوات من حياته، وكان يحبه حباً جماً. ولما يملكه الإمام الحسن عليه السلام من سمو في التفكير وشموخ في الروح، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخذه شاهداً على بعض عهوده بالرغم من صغر سنه. هناك مقام للإمام زين العابدين المعروف بالإمام السجاد عليه السلام. عين التمر مدينة ما زالت تتميز بخصائص جميلة، إنها من أجمل الواحات الصحراوية، فيها أنواع مختلفة من بساتين التمر، وولد فيها شاعر العفو والسليقة أبو العتاهية. فيها عيون ماء نقية وأنواع نادرة من الأسماك الصغيرة الملونة. تدفقت ينابيع المياه من أراضيها منذ آلاف السنين، وهي قريبة من الأنبار غرب الكوفة. فتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في معركة تحمل اسمها. بعد سقوط الحيرة على يد خالد، توجه إلى الحامية الفارسية التي كانت في عين التمر، وتميزت المعركة بسرعة انتهائها. كانت هناك كنيسة فيها 40 غلاماً يتعلمون الإنجيل وعليهم باب مغلق، فكسره خالد وحافظ على حياتهم ووزعهم في الولايات. ومن أولئك الغلمان سيرين، الذي اشتراه أنس بن مالك وأعتقه، وهو والد الفقيه ابن سيرين. وكذلك كان من أولئك الغلمان والد الفاتح الإسلامي والقائد الشهير موسى بن نصير. كنيسة الأقيصر أقدم كنيسة في العراق، كان موقعها عبارة عن مدينة متكاملة تزخر بالحياة قبل قرون عديدة، واليوم تقع الكنيسة وسط الصحراء. تحمل جدران الكنيسة التي تعود للقرن 5 الميلادي كتابات آرامية، وهي زاخرة بالرسوم، وفيها كذلك مجموعة من المقابر لرهبان الكنيسة ولعامة الناس من المسيحيين. يحيط بالكنيسة سور بني من الطين فيه 4 أبراج، وللسور 15 باباً، وهي مقوسة من الأعلى، يبلغ طولها 16 متراً وعرضها 4 أمتار، وهي مبنية من الطابوق. يعتبرها بعض المؤرخين وعلماء الآثار والمسيحيون الكلدان أقدم كنيسة شرقية في التاريخ، معتمدين على تنقيبات أجريت في عامي 1976 و77. كنيسة الأقيصر تقع على بعد 70 كيلومتراً جنوب غرب كربلاء، وتبعد 5 كيلومترات فقط عن قصر الأخيضر التاريخي. عين التمر واحة في وسط الصحراء بين كربلاء والرمادي، ذلك القضاء مترامي الأطراف على باديات العراق الغربية، والذي إن ساقتك الصدف أو توافرت لك الظروف لزيارته فإنك سوف تلحظ بالتأكيد أطلال قصر شمعون. شيد هذا القصر في القرن 7 الميلادي، وينسب بناؤه إلى شمعون بن جابر، حيث إن أركان القصر المتبقية ترتفع 7 أمتار. في تلك الأطلال يمكن للزائر أن يستنشق من عبق غبارها ماضياً لحضارة نهضت ثم أفلت. كهوف الطار تقع على يمين الطريق المؤدي إلى عين التمر، حيث تبعد عن مركز محافظة كربلاء مسافة تقدر 45 كيلومتراً جنوب غرب كربلاء. أثر مجهول أثار فضول الباحثين يعود تاريخه إلى آلاف السنين. يسمى بالمصطلح الشعبي الطار لارتفاعه 65 متراً فوق سطح البحر. يبلغ عدد الكهوف 400 كهف، ولكل كهف فتحة للدخول يبلغ ارتفاعها 1.5 متراً. الكهوف تأخذ شكل الحجرات الصغيرة، وقد نحتت بأيدي الإنسان العراقي وإبداعه. إلى الغرب من مدينة عين التمر وعلى بعد 15 كيلومتراً يقع قصر البرذويل، والذي يعود تاريخه إلى ما قبل العصر الإسلامي، إلى أيام حكم النعمان بن المنذر. يرتفع القصر عن الأرض حوالي 30 متراً، وبني على شكل دائري من الحجر والآجر ليكون مرصداً عسكرياً، وهو يشتمل على الكثير من السراديب ومواقع الرماية وصب الزيت في أعلى. بالقرب من القصر توجد مقابر الحضارة الفرثية التي آمن أهلها بحياة ما بعد الموت. كان للقصر سور كبير امتد من جهة الغرب حوالي 4 كيلومترات،
بسبب ما تعرض له من إهمال لم تبق منه سوى الأطلال. ثمة طريقان يؤديان إلى كربلاء، طريق يربطها ببغداد مروراً بمدينة المسيب، وطريق آخر يصلها بمدينة النجف الأشرف. وأياً كان الطريق الذي يسلكه المسافر فإنه سيتجه إلى مرقد الإمام الحسين ومثوى شهداء الطف، طريق تحف به بساتين الفاكهة ومزارع النخيل. من حيث العمران تقسم المدينة إلى قسمين، الأول يسمى كربلاء القديمة والثاني كربلاء الجديدة، واسعة البناء ذات شوارع فسيحة أقيمت فيها مبان عامرة ومؤسسات وأسواق ومدارس دينية، ويصل المدينة خط حديدي ممتد بين بغداد والبصرة. في صفحات التاريخ نقرأ أن خالد بن عرفطة هو من فتح كربلاء في عهد القائد سعد بن أبي وقاص وجعل منها معسكراً على تخوم الجزيرة، لكن عمر بن الخطاب لم يرتضي إلا أن تكون معسكراً. وعندما تولى علي بن أبي طالب عليه السلام الخلافة ذكرها عند مسيره لحرب معاوية في سهل صفين، فوقف على أرضها وأخبر عما سيكون لولده من الحوادث. كان على ظهر جواده، وكانت بعض القرى تحيط بأطرافها، ولم يرتضي الإمام الحسين من أسماء تلك القرى سوى كربلاء، إذ عندما طرقت لفظتها مسامعه الشريفة قال: هي والله محط رحالنا ومناخ ركائبنا ومسفك دمائنا. ثم أمر بسرادقه فأقيم، ثم كان ما كان في اليوم التاسع من نزوله. كربلاء والتي أخذت لفظتها بعد وقوع الحادث الأليم الذي جره على بساط أديمها من مأساة عاشوراء، ومنذ ذلك الحين ذاع صيت كربلاء في الآفاق، جاء ذكرها في أشعار العرب ودواوينهم. أول بيت ورد فيه لفظتها: أبكي قتيلا بكربلاء، ثم غادروه بكربلاء صريعا، ثم تلاه قول السهمي: مررت على قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من دموعي غزيرها. إذا أردنا استيعاب الشعر عن كربلاء لم تسعفنا المجلدات لكثرتها، ويضيق بها وقت هذا البرنامج. بعد مقتل الحسين ظل جسده وأجساد من قتل معه من أصحابه وأهل بيته في صحراء كربلاء يوماً أو أكثر، وأمر عبد الله بن زياد بحبس عائلة الحسين ومنهم الإمام السجاد. ثم بعث ابن زياد إلى يزيد بن معاوية يستفتيه بشأن الرؤوس وعائلة الحسين، فجاء الجواب بأن يحملهم إلى الشام. بدأ مسير سبايا أهل البيت من الكوفة إلى الشام. وصلت السبايا إلى مدينة عين التمر، وطلبنا أن يذهبن إلى كربلاء لزيارة القبور، فتم ذلك لهم. واليوم نرى بناءً صغيراً له قبة خضراء يشير إلى ما يسمى بمسرى السبايا. وصف الصنجي قال عمران كربلاء في أول القرن الثامن، حيث قال: هي مدينة صغيرة تحف بها حدائق النخيل ويسقيها ماء الفرات، في داخلها الروضة المقدسة، لها مدرسة وزاوية كريمة فيها الطعام للوارد والصادر، العتبة الشريفة من الفضة، على الضريح قناديل الذهب والفضة، وعلى الباب أستار الحرير. وفي عهد الخليفة العباسي المعتضد زار كربلاء الداعي الكبير ملك طبرستان وديلم حسن ابن زين العلوي، فباشر ببناء الحضرة الحسينية واتخذ حولها مسجدا. وعندما دخل البويهيون بغداد حظيت كربلاء بالاهتمام،
زارها السلطان معز الدولة، ولما جاء عضد الدولة إلى بغداد عرج على مدينة كربلاء، وكان يزورها كل عام. اهتم عن طريق عمران بن شاهين بمرقد الإمام علي بن نجف ومرقد الإمام الحسين في كربلاء، وهو الذي شيد رواقاً في الجانب الغربي من حرم الإمام الحسين، والذي يعرف اليوم برواق السيد إبراهيم المجاب. عضد الدولة أمر ببناء مرقد أبي الفضل لأول مرة، وازدهرت كربلاء في عهده ازدهاراً واسعاً، وأصبح يشار إلى مركزها الديني والعلمي. ازدهرت في كربلاء خاصة عمارة المراقد المقدسة في أيام الخليفة العباسي أحمد الناصر لدين الله، وكان محباً لأهل البيت عليهم السلام ومواليًا لهم. والغريب أن المغول عندما استولوا على العراق بقيادة هولاكو عام 565 للهجرة لم يصلوا إلى كربلاء، وقام السلطان المغولي محمود بن غازان بزيارة الإمام الحسين، وأمر للعلويين والمقيمين بمال وفير، وهو الذي أمر بحفر قناة من نهر الفرات تصل إلى سهول كربلاء، وسمي هذا النهر بالغازاني الأعلى. ابن بطوطة في رحلته إلى كربلاء أشار إلى مشهد الإمام الحسين وقال: أهل هذه المدينة طائفتان، وهم جميعاً يرجعون إلى أب واحد. السلطان العثماني سليمان القانوني قام بإنشاء سد ترابي لإنقاذ مدينة كربلاء من الفيضانات، كان يعرف برفوف السليماني، كما أمر بشق نهر يروي أراضي كربلاء عام 941 للهجرة، وسمي هذا النهر بالنهر السليماني، وفي الوقت الحاضر يسمى بنهر الحسينية. رحالة برتغالي وصل إلى كربلاء عام 1604 للميلاد، وتطرق إلى الروضة الحسينية وقال: إن المسلمين يتوافدون لزيارتها من جميع الأنحاء، سكانها من بقايا الذين جاءوا لزيارة مرقد الإمام الحسين، استوطنوا المدينة، وقسم آخر خلفتهم الحروب التي اندلعت ممن لاذ بأمان المرقد وسلام المدينة المقدسة. حسن باشا الوالي العثماني له أياد بيضاء، فهو الذي أمر بتعمير الإيوان الحسيني، وهو الذي بنى خان الباشا. أيضاً نادر شاه وزوجته أمر بتعمير الحائر الحسيني. لابد لنا أيضاً من أن نقلب صفحات المذكرات التي كتبها بعض علماء الآثار والرحالة عن كربلاء. أحد علماء الآثار الإنجليز كتب عام 1270 للهجرة يقول: مدخل كربلاء أكثر جمالاً من مدخل النجف لوجود غابة كثيفة من النخيل والأشجار. أما من قرر توسيع الناصية الجنوبية الغربية من المدينة فهو والي بغداد مدحت باشا، حيث سميت المنطقة بمحلة العباسية. زارت كربلاء رحالة اسمها مدام ديو مع زوجها، وهي فرنسية، قالت هي عبارة عن جامعة دينية. إذن كربلاء حسب رأي الرحالة كانت ثروتها واسعة وزراعتها متقدمة وصناعاتها رائجة. في كربلاء كان هناك مشفى عسكري ودار حكومة وثكنة للجند وصيدلية ودار برق وبريد، ولها بلدية وفيها قنصلية إنجليزية لها مظهر أوروبي. طرقها منارة بواسطة القناديل والمصابيح ذات الزيت الحجري، ولها ثلاثة أقضية. زارت رحالة إنجليزية اسمها مس كربلاء، تحدثت عن أسواق كربلاء وذكرت سوقاً مسكوفاً، وتكلمت عن مرقد الحسين فقالت
إنه يقوم تحت قبة مشيدة من القاشاني. كان ذلك عام 1337 للهجرة. وقبل أن نودع كربلاء لابد من أن نزور مرقد السيد أحمد بن هاشم حفيد الإمام الكاظم الذي يقع إلى الغرب من كربلاء بحوالي 75 كيلومترا. السيد أحمد بن هاشم كما يعرف عند العامة هو شرف الدين ابن هاشم أحمد بن أبي فائز الذي ينتهي نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر والمتوفى عام 1345 للميلاد. المرقد مستطيل الشكل يزيد طوله على 84 متراً وعرضه يبلغ 45 متراً. البناء يتألف من مبنى الضريح وصحن وإيوانات. تتوسطه غرفة الضريح التي تعلوها قبة بصلية الشكل تحملها 8 أعمدة. قطر القبة حوالي 7 أمتار وارتفاعها 10 أمتار وتتخللها 8 نوافذ. القبة مزينة من الخارج بالبلاط القاشاني الجميل وتعلو نهايتها سارية معدنية هي عبارة عن كرات متفاوتة الأحجام. يتقدم مبنى الضريح إيوان تتصدره واجهة تتكون من 3 أقواس ذات رؤوس مدببة وقد زين من الخارج بالقاشاني. يحيط بمبنى الضريح صحن واسع على جهاته الأربع إيوانات مسقوفة تعلو واجهاتها أقواس مدببة وتستخدم هذه الإيوانات استراحات للزوار. هذه هي كربلاء، الاسم والمسمى، تاريخ يتحرك، معلم ومنار. لقد كانت مركز ثورة العشرين في العراق والتي طالبت بحريته واستقلاله عام 1338 للهجرة 1920 للميلاد. كانت الزعامة في هذه الثورة إلى المرجع الديني الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي الذي كان مقيماً في كربلاء. وكانت القيادة لهذه الحركة في هذه المدينة وفود إثر وفود كانت تصل إلى كربلاء للاجتماع بقائد الثورة. وبدأت الثورة تخمد رويداً رويداً لأسباب عديدة، أهمها وفاة المرجع الديني الشيخ محمد تقي الشيرازي عام 1920 للميلاد في 14 من آب أغسطس. وتبقى كربلاء المسمى والمعنى في الخالدين إلى يوم الدين.